نشاط الأخبار الرئيسة، تحية لكم والسلام عليكم. في البداية أبرز العناوين. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يسدي توجيهات بتجديد مكافحة تفشي ظاهرة النشاط الإجرامي لعصابات الأحياء، ويؤكد استثناء المعاقبين من هذه العصابات من إجراءات العفو لدى ترأس اجتماع لمجلس الوزراء. رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة تكييف سوق الدواء في الجزائر مع المقاربة الاقتصادية الجديدة، ويدعو إلى الاهتمام أكثر بالمحيط البيئي بالتنسيق مع المجتمع المدني لاستعادة الصورة الجمالية لبلادنا. مؤسسة البريد السريع تحتل المرتبة 16 عالميا، والرهان الحفاظ على الريادة إفريقيا وعربيا وتحسين جودة الخدمات. نتائج مشجعة في قطاع الصناعات الغذائية التحويلية ببومرداس، ومزرعة أنموذجية بتمنراس تتطلع إلى تصدير مادة أسبيرولينا. الشدة أو التجريفة تعكس جمال المرأة المستغنمية وتروي عبق تاريخ المنطقة.